الأطباء بتاع بورسعيد الأستاذ دكتور مصطفى السعيد، وفي الحقيقة ومصطفى السعيد زميل وصديق، وأنا عشان كده لو أنا قلت الكلام الحلو عليه مش يعني هيبقى مجروح، بس بصراحة هو من ساعة ما بدأ شغل النقابة وهو ما شاء الله عليه، يعني ربنا يديك الصحة مصطفى والله، ويجعلك ميزان حسناتك يعني إن شاء الله. هيسعدني طبعا اللي انا اقدم استاذنا الكبير اللي انا بحب فعلا ان انا اسمع محاضراته، الاستاذ الدكتور عادل برياض. استاذ عادل برياض من ضمن الناس المعروفين خلاص لينا كلنا، هو دلوقتي اخذ الجنسيه البورسعيديه صح؟ خلاص. استاذ بيتكنولوجي في العين شمس، النهارده هيكلمنا ان شاء الله عن understanding the basic interactive between the nutrition and the immune system، وان شاء الله تبقى محاضره شيقه ومعروفه زي اللي احنا متعودين فيها اللي احنا نسمعها من استاذنا الدكتور عادل رياض. اتفضل حضرتك. شكرا الو. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يسعدني ويشرفني وجودي معاكم، وانا خدت الجنسيه وبتبسط لما اكون موجود في بورسعيد ومنطقه القناه كلها الحقيقه، لان بشوف الناس جايه eager to learn، عايزين يتعلموا وعايزين نتبادل الخبرات مع بعض، ففعلا بستمتع بمحاضرتي في بورسعيد. عارفين الراجل هيبوكراتس ده بيقول death sits in the bowels، ده زمان، المعدة بيت الداء صح. bad digestion is the root of all evil، الهضم الوحش للناس كلها حاجة شريرة. زي مينا بالظبط. فين مينا؟ مينا الشرير ده. لا هو الحقني بال HDMI. ماشي اوكي. توماس اديسون قايل ايه؟ في حاجة ظاهرة هنا عندي كمان. The doctor of the future will no longer treat the human frame with drugs, but rather will cure and prevent the diseases with nutrition. خلي أكلك هو دواك وليس العكس. إحنا عمالين نبلبع في دواء، صح؟ لكن الأصح إن إحنا ناكل أكل صحي، نقوم نبتعد عن الأدوية لأن صحتنا هتبقى كويسة. وبالتالي خلي أكلنا هو دوانا وليس العكس، علشان يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه لنا في حياتنا تبقى حياة كلها صحة وكلها سعادة إن شاء الله للجميع. It's not just a gut، هو مش مجرد جهاز هضمي. شايفين؟ It is the largest normal neuronal network بعد البرين. يعني بعد البرين أكبر neuronal network موجودة في الجت. أكبر exposed surface، أكبر absorptive surface، أكبر bioreactor اللي هو الجت مايكروبيوتا. تعرف الجت مايكروبيوتا؟ تمام. immune organ، أكبر immune organ، أكبر جهاز مناعي في جسمنا هو الجهاز الهضمي، هو الجهاز الهضمي. أكبر endocrine organ. البرين enteric nervous system، serotonin، gut peptides. في الجت برين اكسس، في وصله بين المخ وبين الجهاز الهضمي. اللي بياكل اكل كويس بيبقى ايه؟ مبسوط وسعيد.
اللي بطنه بايظة وانتفاخ وغازات ومغص وإمساك وإسهال ومخه بايظ. صح، عشان كده ناكل أكل محترم، أكل صحي، تبقى إيه مخنا مرتاح. ليفر بيفرز البايل أسيد والكوليسترول بيتصنع فيه. إميون سيستم، إميون توليرنس، ميوكوزال أند سيستميك إميونيتي، أوتو إميونيتي وألرجي، كل ده في الفانكشنز بتاعة الجهاز الهضمي. جات مايكروبيوتا، شورت تشين فاتي أسيد برودكشن، دايجستشن، بريفنشن أوف إنفكشن، نورمال ميوكس برودكشن. ستومك، جاستريك امتنج وسكريشن، بانكرياس، انسولين واكزوكراين سكريشنز، كل دي فانكشنز جوه الجهاز الهضمي. احنا مش مجرد ان هو بيهضم الاكل اللي احنا بناكله، شايفين الكونكشن بكل اجهزه الجسم تقريبا، وليه تاثير على كل جسمنا. كلام الدم تقيل بقى، الصعب بقى، سيل ميدييتد وهيمورال ميدييتد، تي سيلز وبي سيلز، هنقول كلام سهل شوية. احنا عندنا تي هيلبر 1 وتي هيلبر 2، تي هيلبر 1 اميونيتي، تي هيلبر 2 الرجي. الاثنين البي لينفوسايتس بتاخد الاوامر من التي وتديني انتي بودي فورميشن. طيب التي سيل فانكشن في الفيرست يير اوف لايف، اول سنه من عمرنا. خلوا بالكم احنا بنتكلم بقى البيبي مولود هيبتدي النيوتريشن بتاعته بايه؟ البريست ميلك. فاحنا هنتكلم في الاول تي سيل فانكشن في الفيرست يير اوف لايف كومبيرد تو ذا ادلت لايف. ادلت تي سيل فانكشن اند ذا لوور ابيليتي اوف تي سيلز تو ريسبوند تو اميون تشالنجز، ما يعرفش يتعامل مع البروتينز والايه توكسينز والباثوجين زي الادلت. تي سيل ريسبونس فيفرز تي اتش 2 اللي هو بتاع الحساسيه اكتر ما تي اتش 1 بتاع المناعه. اوكي، ده الطفل الصغير. ريديوسد انتيجين برزنتيشن، في الخلايا كده تروح جايه مديه الانتيجين للتي سيلز باي ذا بي اند اذر انتيجين بريزنتنج سيلز. فبيحتاج يتعلم الجهاز الهضمي بتاعنا، محتاج يتعلم اللي هو requiring education. Immune development في الانفانسي، عندنا الميكوزال immunity including the gut develops after birth. Cells of innate immune system هي البريدومينانت اللي هي الماكروفاجس والنيتروفيلز والناتشرال كيلر سيلز. المقصود بالكلام ده ايه؟ ان احنا على ما نتعلم احنا عندنا مناعه جايه من ال innate system immune system اللي هي الماكروفاج والنيوتروفيلز. Risk of an exaggerated inflammatory response موجود، وفي delayed response to infections. عشان كده لما بنيجي نقول ايه في بعض التطعيمات، لما تيجي تقول بدي تطعيم الهيباتيتس بي، ما ببقاش قلقان قوي لما العيان يعيا، لان انا مش محتاج رد فعل سريع لان هو مرض بطيء. لكن لما حد ياخد مننجايتس محتاج يكون عندي رابيد ريسبونس، لان هو ممكن يموت في 24 ساعه. اوكي، هاير انسيدنس اوف الرجي في الاطفال طبعا، مور اكزاجيريتد في البري تيرم انفانتس. They call it the inner tube of life. الجي اي تي، the inner tube of life. The intestine is an extremely complex system that participates in protection of the host through strong defense mechanisms from the external environment. بتعتمد على ايه المناعة بتاعتنا او الدفاع بتاع الجهاز الهضمي عننا؟ على ثلاث حاجات. اول حاجة the ecological barrier اللي هي النورمال انهابيتنتس بتاعه الجهاز الهضمي اللي هي الميكروبيوتا.
الديفنس الثاني عن طريق الميكانيكال بارير اللي هو الميوكس ابيثيليوم او ميكوزا والميوكس اللي عليها ابيثيليال انتجريتي ان تكون الابيثيليوم كويس على التايت جانكشنز الوصلات اللي بين الخلايا تكون قافله كويس والسيل تيرن اوفر. كلام صعب دم تقيل شويه بس يعني الخلايا تبقى ملزقه في بعض عشان ما يبقاش فيها فتحات بينها وبين بعض عشان ما يخشش بينها اي حاجه سواء بروتين لارج موليكيول ولا يخش لي بكتيريا منها. الاميون بارير اميون بقى داخل لي هنا الجي ال تي اللي هو جات اسوشيتد لينفويد تيشو الاي جي اي انترا ابيثيليال لينفوسايتس ماكروفاج نيتروفيلز ناتشورال كيلر سيلز بايرز نودز اند ميزنتريك لينف نودز. طيب الجات ديفلوبمنت حد متخيل قد ايه الجات بيديفلوب بسرعه طالما داخل له اكل؟ انتوا عارفين ان الفيتس وهو في بطن امه بيبلع قد ايه؟ امنيوتيك فلويد؟ حد يعرف؟ انتوا متخيلين؟ باي تيرم بيبلع 150 ملي لتر بير كي جي بير داي. الطفل اللي في بطن امه بيبلع 150 ملي لتر بير كي جي بير داي. يعني الطفل 3 كيلو هيبلع قد ايه في اليوم؟ نص لتر. داخل بطنه نص لتر كل يوم امنيوتيك فلويد. بعد البيبي ما بيتولد نروح جايين قاطعين الكورد واقفين عليه ميه ونور وعايشين في ستارفيشن. نديله سنتي كل 7 ساعات و2 سنتي كل سنتين. يعني الولد ستارفنج. طب ده الراجل ده متعود جوه بطن امه عمال يبلع وجهازه الهضمي شغال. انا اجي اقفل الكلام ده كله؟ طيب during perinatal development بتاع الماميليان جي اي تي two opposing processes intertwined بيبقوا متعاكسين. عندي feed transient absorption of immunoglobulins و other biological active materials immunoglobulins على بعضها in the intact form through apical canalicular system in fetal type enterocytes. Enterocytes لسه بتاعت الفيتس. الحاجة التانية عندي fast development of gastric functions أو GIT functions و increased integrity of the epithelium. بصوا على postnatal gut growth الجهاز الهضمي بينمو ازاي بسرعة بعد الولادة. rapid rate faster than overall growth يعني ده بيبقى من أسرع الأماكن اللي بتنمو في جسمنا through three mechanisms increased GI blood flow البلاد فلو للانتستين بيزيد accumulation of colostrum proteins في الانتيروسايتس as a result of an open gut barrier وchanges في الابيثيليال سيل تيرن اوفر. طب نبص على التغير ده بيتغير اللينث اوف ذا فيلاي كويكلي بيزيد الفيلاي دي كانها سوسته كده مضغوطة. بعد الولادة يبتدي تزيد the length of the villi. After the first colostrum intake, the volume of enterocyte is increased markedly. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شكلها عامل ازاي؟ طيب شوفوا الكلام ده بقى. التوتال انتستاينال اند ميكوزال ويت انتستاينال ميكوزال ويت بيزيد قد ايه؟ 60 و80% respectively during the first 6 hours of suckling. شايفين الجهاز الهضمي خلال 6 ساعات من الرضاعه بيزيد التوتال انتستاينال ميكوزال ويت 60 و80%. واحنا سايبين الولاد ايه؟ ستارفنج قافلين عليهم. مجرد ما بيرضع بيزيد حجم وبيزيد وزن الانتستين والميوكوزا 60 و80% ريسبكتفلي في خلال 6 ساعات.
mucosal DNA content بيزيد قد ايه 4.6 folds higher at 24 hours after birth. في 24 ساعة شايفين الـ DNA بيزيد قد ايه 4.6 folds. شايفين معدل النمو قد ايه في الجهاز الهضمي. عشان كده it's extremely important, extremely important. في البري تيرم والفول تيرم. الفول تيرم اللي نازل بنحطه على صدر امه مباشره ساعه الولاده، ينزل من بطن مامته نقلبه كده ونحطه على صدرها ونسيبه عليها لحد ما ياخد اول ساكلينج، لان اول ساكلينج ده هيعمل ايه؟ بعد ست ساعات هيكون زايد من 60 ل 80% الميوكوزال والانتستينال ويت. تمام؟ فعشان كده بنقول البيبي يرضع مباشره وهو على صدر امه في الفيرست جولدن اور. طيب البري تيرم از ايرلي از بوسيبل، از ايرلي از بوسيبل. يعني الطفل اللي مولود بري تيرم بيبي بديله بارنترال نيوتريشن من اول يوم عشان ما يقلش، اللي هو الراجل متعود على بروتينز عاليه بياخدها في الامنيوتيك فلويد. فلو انا ما اديتلوش بارنترال نيوتريشن هيخش في كاتابوليك ستيت، وبالتالي ياخد تي بي ان، ولو قدرت ادخله انترال فيدنج فروم ذا فيرست داي. انترال فيدنج يخش بقه من اول يوم البري تيرم بريست ميلك. بريست ميلك ها، لبن بني ادمين مش لبن بقر. ماشي، لبن بني ادمين مش لبن بقر. ايه الامباكت بتاع الانتستينال هيلث؟ شايفين الانتستين فيها الجي اي مايكروبيوتا وفيها الجي اي بارير، ميكانيكال بارير. عندي الليفر عشان البريفنشن اوف مال نيوتريشن. الفود الرجنز بتبقى في بتتمنع عن طريق الاميون توليرنس، بنمنع الالرجيز. لما يخش لي انفكشوس ايجنت بمنع الانفكشنز. للبرين عندي احنا قلنا الجاد برين اكسس والانرجي هوميوستاسيس والمود ريجوليشن، الراجل المبسوط من بطنه المرتاحه، بالبلدي بطنك مرتاحه مخك مرتاح. الانتستين كومبوزد اوف فيلاي وكريبتس كوتد بميوكس، في طبقه مخاط، هو جهاز الجهاز الهضمي وجهاز تنفسي مبطنين بغشاء مخاطي، فمن ضمن افرازه المخاط. That protects the intestinal cells. في البوتوم بتاع الكريبت احنا عندنا الكريب، عندنا الفيلاي كده، البوتوم تحت في البانس سيلز ذات ريليز انتي مايكروبيال موليكيولز في الجات لومن. يبقى عندي افراز لموليكيولز انتي مايكروبيال جايه من البوتوم بتاع الكريبتس بتاعت الفيلاي. الانتستاينال فلورا بتعمل ناتشرال بارير تو باثوجينز. الليمفوسايتس والبيرز باتشز، معلش هو الكلام ده متقيل بس احنا ماشيين واحده واحده كده. ايه cells disseminated between وتحت الابيثيليال سيلز اسمها انترا ابيثيليال ليمفوسايتس. في ليمفويد فوليكلز with central region من البي ليمفوسايت وحواليها من بره تي ليمفوسايتس، دول اللي اسمهم بيرز باتشز. يبقى البيرز باتشز عباره عن فوليكلز او تجميع ليمفويد فوليكلز موجود في السنتر بي بي ليمفوسايتس ومن بره في تي ليمفوسايتس. في الام سيلز دي سبيشاليزد فور ترانسبورتنج بارتكلز تو ذا فوليكلز، هي قاعده فوق البيرز باتشز او بيرز فوليكلز وتنقل لها البارتكلز. دي الام سيلز. When a lymphocyte is activated by a dendritic cell presenting an antigen، الانتيجين بقى جاي لي متشال بالدندريتك سيل وبتديه للليمفوسايت، it leaves the mucosa وتروح الليمف وخرجت من الليمف على الهارت عن طريق الثوراسيك داكت ودخلت للسيركيوليشن وتركن بقى لا اما في الجهاز الهضمي لا اما في حته ريموت عن الجهاز الهضمي. دي
activated a lymphocyte. الأخضر اللي فوق ده كله الأخضر ده الميوكس ميكانيكال بارير. دي البانت سيلز اللي هي دي اللي هي بتفرز مولكيولز انتي مايكروبيال مولكيولز. دي الدندريتك سيلز اللي بتاخد الانتيجنز وتحطها كده وتسلمها لايه؟ للبيتا والتي لمفوسايتس، للبي والتي لمفوسايتس. ادي البيرز باتشز فوقها الام سيلز. البي لمفوسايتس لما تبقى اكتيفيتد بتروح للليمف وتخرج على عن طريق الثوراسيك داكت تروح للبلد وتمشي في السيركيوليشن. ده الشكل بتاع الانتستين مايكروسكوبيكالي. المايكروفولد سيلز اللي هي الام سيلز دي موجوده فوق زي ما قلنا البيرز باتشز وهي اللي بتاخد عن طريق حاجه اسمها جي بي 2. هنشوف دلوقتي الصوره بتاعتها. جي بي 2 بروتين على السيرفس بتاع الام سيلز وبايند وانجست. تاخد لو جاي لي مثلا بكتيريا زي الايكولاي او زي السالمونيلا الام سيلز دي عليها بروتين اسمه جي بي 2 بيمسك البكتيريا دي وينقلها لتحت شويه. تحت الام سيلز في ايه؟ البيرز باتشز اللي فيها ايه؟ البي والسل. الدندريتك سيلز بتاخد منهم بتاخد البكتيريا دي وتعمل لها ديجراديشن تكسرها وتاخد منها الانتيجين وتشل. عشان كده بنسميها دي انتيجين بريزنتنج سيل. تاخد الانتيجين ده وتسلمه للايه؟ للتي سيل. تي سيل دي اللي هي موجوده بره في البيرز باتش. فالتي سيل تقول للدي سيل للبي سيل ابتدي انتجي لي انتي بوديز للانتيجين ده. فالبي سيلز بتعمل ديفرنشيشن وتبتدي تفرز لي اي جي اي انتيجين انتي بودي سوري تفرز لي الانتي بودي اللي هو اي جي اي. اي جي اي ده هيبقى سكريتد انتو ذا انتستين ويبتدي يقاوم الميكروب اللي موجود جوه الانتستين. نشوف الرسمه كده هنبسطها. احنا شايفين هنا دلوقتي ادي الجي بي 2 بروتين مسك السالمونيلا والايكي والاي صح؟ اه. فين؟ في الام سيل. ادي الام سيل وبعد كده الدندريتك سيل خدته منه هضمته وطلعت لي ايه؟ انتيجين. ده الانتيجين بريزنتنج سيل. تي سيل شافته وقالت للبي سيل طلعي لي انتي بوديز وادي الانتي بوديز طلعت اهي ومشيت فوق خرجت في الليومن وكومباين مع البكتيريا وخدتها وخرجت بره. هي ابسط حاجه اعرف اقولها كده. صعبه ودمها تقيل بس هي كده. جي بي 2 اللي موجود على الام سيلز مسك السالمونيلا ادها للدندريتك سيلز، دندريتك سيلز هضمتها طلعت منها الانتيجين ادته للبي سيلز للتي سيلز، تي سيلز راح جاي قايله للبي سيلز اعملي انتي بوديز، الانتي بوديز دي طلعت نزلت في اليومن، اليومن الانتي بوديز دي شافت البكتيريا اللي في اليومن خدتها موتتها او خرجت بيها طالعه بره. اوكي. طيب how to boost the immunity. احنا لسه قايلين دلوقتي الطفل اللي في بطن امه عمال ياخد 150 ملي لتر بير كي جي بير داي والجهاز الهضمي بتاعه شغال. فلو انا في عندي lack or absence of enteral nutrients ما بدلوش هيبتدي يحصل لي ايه؟ diminished intestinal size and weight. احنا شفنا المعدلات النمو شكلها ايه؟
في 6 ساعات وفي 24 ساعه شكلها ايه، فانت قاطع بقى الميه والنور عن الحقن البيبي ده، فبالتاكيد هيبقى فيه diminished intestinal size and weight، هيحصل اتروفي للانستينال ميكوزا ما بتشتغلش، هيحصل delayed maturation of intestinal enzymes، هو دخل حاجة عشان يطلع له انزيم، ده حتى even الطفل أو الكبير زي حالتنا اللي عنده lactose intolerance بناخد حاجة فيها lactose intolerance بناخد حاجة فيها lactose خفيف عشان اللاكتيز يشتغل عشان يطلع لاكتيز، ما ينفعش أدي أكل من غير lactose من غير lactose عشان يكون في شوية stimulation للاكتيز انزيم. Increased intestinal permeability and bacterial translocation. احنا قلنا ايه التايت جانكشنز اللي بين الخلايا لو اتفتحت هيخش منها ايه بروتين، هيخش منها بكتيريا. البكتيريا الموجودة جوه، البكتيريا دي دخلت على circulation حصل translocation، نقلت من الجت راحت للسيستميك سيركيوليشن، وده النيونيتال سبسس اللي بنتكلم عليه. Delayed maturation of intestinal motility وموتور اكتيفيتي. ايه اللي بيستيميليت الموتور الانستينال موتيليتي؟ وجود اكل جوه البطن. البيبي ده لو ما خدش لبن الانستينال موتيليتي هتبقى سلاجش. طب نعرف منين ان في ماتيوريتي في الجت؟ ان البيبي ده يعمل تواليت. يبقى في intestinal motility. This is a kind of maturation of the gut. Lack of hormonal response such as gastrin hormone, lotrophic hormone for intestinal growth. طيب. Minimal enteral nutrition ده اللي بنقوله في الأول على الأقل اللي هو trophic feeding أو الجت priming. البيبي المولود بحط نقطة لبن في بقه عشان الجهاز الهضمي يشتغل. طيب بيعمل ايه الكلام ده؟ Improved feeding tolerance and growth. Decreased duration of hospitalization. Less need for phototherapy. Decreased cholestasis. Decreased osteopenia of prematurity. Gastrointestinal trophic hormone surges. بيطلع بسرعة. Improved motility. Improved GI mucosal barrier. Decreased nosocomial infection. No increase in complications زي necrotizing enterocolitis. كله بيخاف خلي بالك ما تديش عنده الاكل. No. لو انت اخرت الانترال فيدنج انت بتزود الريسك of necrotizing enterocolitis. في حد فيكم بيشتغل نيونتولوجي؟ فيه؟ طيب. في حد فيكم بيبتدي انترال فيدنج فروم داي 1 يرفع ايده؟ شاطره حضرته قبل كده. وبتمشي بسرعه ولا بتدي بقى سنتي كل 7 سنين؟ تمام. ايفن البريست ميلك يعملوا الخواجات اللي ما عرفوش ربنا دول بيعملوا سوابنج للماوث بالبريست ميلك كل 3 ساعات. ده الكير اوف ذا ماوث بتاعهم. يمسح بق الطفل بلبن الام كل 3 ساعات، مش لازم يوصل لحد الجت جوه. وبيدي نقطتين ثلاثه، مش نيوتريشس، لكن ده هو الستيمولس عشان الجهاز الهضمي يشتغل، عشان كل الفانكشنز اللي احنا شفناها دي تشتغل، عشان اشفت من التي هيلبر 1 وتي هيلبر 2 دول، انا التي هيلبر 1 بتاع اميونيتي وتي هيلبر 2 بتاع الالرجي، فتي هيلبر 2 هو شغال عليها، طب احنا عايزين نعمل الشفت. بصوا ده الجات ليومن. الميكوزا بتاخد حوالي 75% من البلاد فلو اللي رايح للانتستين. النيوتريانس بتبقى ابزورب من حواليه مش مهم ازاي، وبتتنقل ليه؟ سوري وبتتنقل للليفر عن طريق البورتال فين. طيب طول ما في اكل في الجهاز الهضمي، طول ما البكتيريا بتاكل
فالبكتيريا المفيدة اللي هي البروبيوتكس مبسوطة والبكتيريا الضارة كمان إيه؟ هي مبسوطة بتتغذى تمام؟ طول ما فيه أكل جوه اليومن بتاع الجهاز الهضمي. طيب البيبي ده بقى أنا جيت رحت جاي قافل عليه مية ونور وما اديتلوش أكل هيحصل إيه؟ أولا البلاد فلو هيقل وبيقل مع السبسس البكتيريا هتتجنن هتبتدي تهاجم الانتستان الميكوزا البكتيريا الضارة والبكتيريا النافعة الاثنين جعانين ما نسيبهم جعانين هيبتدوا يهاجموه عشان ياكلوها فاوعى حد يسيب الجت امتي لازم الجت يكون فيه مينيمال انترال فيدنج بلاد فلو في السبلانكنيك اريا از سيفيرلي كيرتلد في السبسس سيمالتينيسلي ذا ديليفري اوف فود تو جت لومن از انفاريبلي ريديوسد وبالتالي فيلاي اند بكتيريا ار ستارفد وانس ستارفد هيبتدوا يهاجموا الميكوزا وخلاص بقى ده الترانسلوكيشن اللي بيحصل اللي بنتكلم عليه ده ويبهدلوا الطفل بزياده فالطفل اللي عنده سبسس لازم تستمر حتى اتليست جات برايمنج او تروفيك فيدنج اوعى حد يمنع الاكل عن الطفل علشان ما يحصليش ان السبسس يزيد واحنا متخيلين ان احنا خايفين من نيكروتايزنج تيروكولايتس انت بتزود الانسنس بتاع نيكروتايزنج تيروكولايتس طيب كلنا عارفين بقى عن ايه بري وبرو وسيمبايوتيك وبوست بايوتكس تعرفوا الكلام ده بالبلدي كده البروبايوتكس هي البكتيريا المفيده اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي اللي موجوده جوه الجهاز الهضمي وامبارح اتكلمنا قلنا ان هي موجوده جوه الجهاز الهضمي موجوده على السكين موجوده في البيرث كانال اوف ذا مادر قلنا ايه في البيرث كانال اوف ذا مادر وده الفرق قلنا امبارح برضو للامهات اللي والده سيزاريان واللي والده نورمال ديليفري واللي والده سيزاريان قد ايه البيبي بتاعها ما بيتعرضش لهذه البروبايوتكس هذه البكتيريا المفيده وبالتالي اللي بيخش يعمل كولونايزيشن الاول البكتيريا الضاره على ما يخش له البكتيريا المفيده ويحصل البالانس بين الاثنين اللي والده طبيعي واللي والده سيزاريان it takes 2 years متخيلين؟ متخيلين اللي بتروح تقول تقول عايز اولد يوم 6 في شهر 6 الساعه 6 مش بينقوا الولاده ايامها مش التخلف ده بيحصل للاسف عايزه تولد في يوم معين في في الشهر لسه بقول لهم امبارح شوفوا بقى يوم 20 23 مش هتلاقي مكان النهارده ايه 3 ولا بكره امبارح كان 3 امبارح ما كانش في مكان في المستشفيات حتى 3 23 يعني ما ينفعش الكلام ده يا جماعه في فرق كبير وكل الفرق بيجي من الميكروبيوتا انتوا عارفين الاجانب بيعملوا ايه بياخدوا فاجينال سواب من الام اللي والده سيزاريان الام اللي والده سيزاريان ياخدوا فاجينال سواب ويمسحوا بيها وش البيبي وجلده وبقه عشان ياخدوا له الميكروبيوتا بتاعت الام يدخلوها له بدري لما بنقول فيرست اور جولدن اور البيبي ينزل من بطن امه يتحط على صدر امه سكين تو سكين عشان الميكروبيوتا تتنقل ويمسك صدر امه ويرضع اول نقطة بريست ميلك نقطة البريست ميلك فيها ايه؟ البروبيوتكس والبريبيوتكس انتوا عارفين بريست ميلك فيه بروبيوتكس ولا لا؟ فيه البكتيريا المفيدة ولا لا؟ ما تعرفوش بريست ميلك معقم؟ لا هو فيه بكتيريا مفيدة البكتيريا المفيدة دي جاية له منين؟ جايه له من الجت بتاع المذر طب جاي ازاي من الجت بتاع المذر مش احنا لسه قلنا الدندريتك سيلز دي اللي بتمد ايديها تجيب ال البارتكلز انتيجينيك بارتكلز دي بتخش
تجيب البكتيريا المفيدة دي وتنقلها للليمفاتيك سيستم وتروح على الهارت وتخش السيركيليشن وتنزل في البريست ميلك. فحتة ان انا ارضع البيبي في الاول وهو مولود سيزيريان يمكن الحقه، دخلت له بروبيوتكس وبريبيوتكس، دخلت له البكتيريا المفيدة والغذاء بتاعها في نفس الوقت من البريست ميلك. طيب يبقى عندنا البروبيوتكس هي البكتيريا المفيدة اللي موجودة عندنا في جسمنا، سواء في الجهاز الهضمي سواء في على السكن. وكتر استخدام الديتول ده حاجة مش مظبوطة عشان الإعلانات اللي بتشوفوها، ما ينفعش استخدم ديتول في ايديا وشاور جل وشامبو، كل ده علشان انا بموت الميكروبيوتا بتاعت السكن. والبيرث كانال زي ما قلنا عشان السيزيريان سكشن والنورمال ديليفري. طيب البروبيوتكس دي البكتيريا دي بتتغذى على ايه؟ على ايه؟ على البريبيوتكس. بريبيوتكس يبقى البروبيوتكس هي البكتيريا والبريبيوتكس هي الغذاء بتاعها. طب لو اديت مع بعض الاثنين للطفل ده زي ما بياخد في لبن الام، this is symbiotic symbiosis، اللي هما الاثنين بيقووا بعض. انا مدخل للطفل ده البكتيريا والغذاء بتاعها، فكل ما البكتيريا دي بتتغذى كل ما بتتكاثر وتنشط، وكل ما بتتكاثر وتنشط وعددها يرتفع كل ما مناعتي ايه؟ بترتفع. عشان كده لما تيجوا تدوا انتي بايوتيك للام، فكروا دكاتره النساء اللي بيعبوا الاطفال بيعبوا الامهات، احنا بنعبي الاطفال ودي الكارثه السوداء، بيعبوا الامهات بعد الولاده الطبيعيه وبعد السيزيريان اسبوع و10 ايام انتي بايوتيكس، ويقول لك ده سيف مع البريجننت مع الرضاعه. ايه اللي سيف؟ نزل في البريست ميلك، عدى للبيبي، موت الايه؟ الميكروبيوتا بتاعته. صح؟ يبقى احنا بنبوظ الدنيا، بنبوظ الدنيا. لسه لمحني. النورمال انستينال فلورا is a complex collection of balance of microorganisms which normally inhabit the gastrointestinal tract, fulfilling a role in host nutrition, physiology and control of immune system. البروبيوتكس هي live microbial food ingredients which is beneficial to health, زي lactobacillus, bifidobacteria. البريبيوتكس هي نون دايجستبل فود انجريدينتس بنفيشلي افكتس ذا هوست باي سيلكتيفلي ستيمولاتينج ذا جروس اند اكتيفيتي اوف. لا ده قال لي ده انا اللي بقول له خبط لي بعد 10 دقايق عشان الموضوع ده متقيل. هم اللي قالوا لي. ايوه صح. Stimulating the growth and activity بتاع البكتيريا to improve the host health. Symbiotic زي ما قلنا الاثنين البروبيوتكس والبريبيوتكس مع بعض، thus improving host health and well-being. ده البروبيوتكس acts as vehicles to deliver anti-inflammatory molecules to the intestine, enhance signaling in host cells to reduce inflammatory response, switch in immune response to reduce allergy. سويتش تروح لايه؟ للاميونيتي، ما تروحش ليه؟ للالرجي. Reduce the production of inflammatory substances. دي انواع البروبيوتكس. شاكرين. البريبيوتكس شايفين المنظر ده؟ دي البكتيريا. اوكي فين هو بيظهر؟ طيب
دي البكتيريا بتاعتنا بيزرع. دي البكتيريا وليها ايه ايديها. ادي البريبيوتكس بتيجي تقفل لي الايدين دي يعني بلاش فتحة بقها انا هتطلع كرة بينج بونج كرة ايه تنس في بقها مش هتعرف تقفل بقها عليا. اوكي فما تعرفش to attach للريسبتورز بتاعت الجسم مش لازم ينزلوا كل يوم. اوكي طب خلاص مش مشكلة. فاهمين قصدي ايه؟ يعني هي الريسبتور دي الحتة دي مش شايفين المدور ده؟ ده البريبيوتيك والبكتيريا هي اللي فوق دي تمام؟ فالبريبيوتكس تخش تعمل بلوك للايدين دي فبالتالي كانها شلتها ما تعرفش تواتاتش على السيرفس بتاع الريسبتورز بتاعت السيلز بتاعتها. اوكي كومبتيتيفلي بايند تو ريسبتورز اون باثوجينز thus preventing their adherence to the same sugars in the microvillus surface. Postbiotics هي عبارة عن ال short chain fatty acids اللي بتبقى produced في colonic by degradation بالcolonic bacteria وهي عبارة عن enterocyte عبارة عن acetate وpropionate وbutyrate ولاكتيك acid. They are important anions in the gut lumen affecting both enterocyte morphology والfunction بتاعة الانتيروسايتس وبالتالي بتحمي الطفل وبترفع الاميونيتي بتاعتنا. كفايه علينا كده. Thank you very much for your attention. اهم حاجه رضعوا العيال اكلوا العيال ما تسيبوهمش جعانين اكلوهم اكل صحي اكلوهم اكل صحي ما تاكلوهمش جانك فود. عارفين جانك يعني ايه؟ جانك يعني ايه؟ يعني زبالة. ها فكلمة جانك فود الشيك دي يعني أكل زبالة خلوا بالكم ماشي. Thank you very much. بسم الله الرحمن الرحيم وقل أعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. دكتور أسامة عرفة شكرا للدعوة الكريمة ولو أننا إحنا أصحاب الفرح دايما. أنا بقول الآية الكريمة دي لأن فعلا قاعد يحضر أكثر من 4 شهور وانا عصرته في هذا الموضوع. فشكرا للدكتور أسامة عرفة. طبعا بنشكر الاستاذ الدكتور عادل رياض على المحاضره الجميله دي. وطبعا هو الدكتور أسامة عرفة هيبدا يكرم الدكتور عادل رياض. اتفضل دكتور أسامة. نورت بورسعيد يا دكتور عادل ودايما انت دايما معانا كده في مؤتمراتنا وافراحنا ودايما بتشارك معانا دايما ما بتبخلش علينا باي حاجه والله. شركه مونو ميديا ترجو لكم دوام المناسبات السعيده.